عبد المجيد المشفق مجموعة السهام. يشرفني على أن نكون ضمن هذه التظاهرة من بين الذين سيتحدثون عن مسار مجموعة السهام في هذا اليوم. مجموعة السهام التي تشارك للمرة الثالثة في مهرجان الظاهرة المجموعاتية بالحي المحمدي. هذه الظاهرة التي شارفت على 60 سنة بفضل روادها وبفضل المبدعين فيها على مدى هذا 60 سنة. ظاهرة المجموعات ستبقى حية بفضل المجهودات التي يقوم بها أفرادها وتقوم بها جهات معينة كالمقاطعة الحي المحمدي وجهات أخرى كمهرجان مراكش الوطني ومهرجانات أخرى بالمغرب. النسخة الثالثة تعرف يعني طفرة نوعية مشاركات وزينة للمجموعات الرائدة ومجموعات أخرى هي في 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 الركب سائرة على النجاح كذلك. مجموعات الحمد لله في هذه التظاهرة أبانت على أن ظاهرة مجموعات لازالت بخير، وكل الشكر لمقاطعة الحي المحمدي التي ارتأت على أن تكرم في هذه الدورة الفنان والقيدوم عمر السيد الذي تحمل هذه الدورة اسمه. فتحية لكل المشاركين وتحية لكل المجهودات التي تقوم بها المقاطعة وكل الذين ساهموا بمجهوداتهم أبناء الحي المحمدي في إنجاح هذه النسخة. طبعا الحال الحي المحمدي والمشتل الحي المحمدي هو المدينة هو المغرب المصغر، التأم فيه واجتمع فيه ما تفرق فيه في أماكن أخرى. الحي المحمدي الرياضة، الحي المحمدي الثقافة، الحي المحمدي النضال والإبداع، الحي المحمدي ظاهرة المجموعات. وصراحة هذا الحي كيبقى عنده ذاك الطابع ديالو الثقافي الفني الرياضي بامتياز، والحي المحمدي دائما ولا دائما سيعطينا أسماء أخرى وسيعطينا ألمع ما يمكن أن يشرف به وجه المغرب عالميا في كل المجالات. سكنة الحي المحمدي دائما مشكورة على متابعتها لهذا المهرجان. هذه السكنة التي أعطت الكثير وأنجبت لنا أسماء مثل عربي باطمة وعمر السيد وأبو جميع وأسماء أخرى، سي محمد باطمة السوزدي وعدة أسماء أخرى في الرياضة وفي في في في, في أسماء أخرى. فالساكنة دائما مشكورة عبر التاريخ، واكبت النضال من أجل التحرر من الاستعمار ولا زالت تناضل من أجل أن يبقى الحي المحمدي رافعا رأسه بجانب مجموعة من الأقطاب ومن النقط التي تضيء في سماء المغرب الكبير. السلام عليكم، معكم عبد الفتاح الدرازي عضو مجموعة مسنوة. احنا جد سعداء بالتواجد في النسخة الثالثة لمهرجان ظاهرة المجموعات بالحي المحمدي، اللي تنشكروا المجلس الجماعي وعلى رأسهم السي يوسف الرخيص. هذه البادرة الطيبة اللي أعطت الاستمرارية لهذه الظاهرة هذه بمجموعات خلف اللي كنحيوهم، وكذلك المجموعات الرواد اللي يطول في عمرهم، واللي كنتمناو ان هذه البادره ان شاء الله تعمم على جميع على الاقل تعمم على جميع الجماعات بالمدينه بالجهات الدار البيضاء سطات، اللي كان من خلالها كتعطي واحد يعني فرصه للشباب باش يتعرفوا على ظاهره اللي دام دابا ما يزيد على تقريبا 50 سنه، وكذلك يكون الخلف يعني من خلال هذه المجموعات اللي تبارك الله عليهم حتى هما كيبدعوا عندهم كلمتهم في الظاهره هذه. وكنشكر جميع الجمهور والمشاركين في الدوره ان شاء الله. وراه المنبع ديال الظاهره كما كيعرف الجمهور المغربي من الحي من هذا الحي الشريف هذا، اللي كانت جل المجموعات الانطلاقه ديالها، نقولوا تقريبا جل المجموعات اللي كانت الانطلاقه ديالها من الحي المحمدي، لا من الغيوان او المشاهب او التقاده او السهام او مسنوه. ولكن كذلك كنحييو كاع المجموعات اللي كتمثل هذا اللون الغنائي هذا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.